يا رحمن، أأكد على كلام حضرتك. طبعا الجمهور عارف دوره، وطبعا الجمهور هو أكبر مساند، وطبعا الجمهور يهمه جدا جدا زي ما حضرتك وكل مسؤولين النادي الأهلي من أول يعني كابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس الإدارة وكل القطاعات المختلفة في النادي الأهلي وكل اللاعبين وكل كمان المنتمين النادي الأهلي يهمهم جدا جدا البطولة الأفريقية تحديدا اللي احنا فيها ديت. يبقى لازم كل واحد يبقى عارف كويس قوي الدور بتاعه، كل واحد عارف كويس قوي إيه اللي ممكن يعمله وإيه اللي ممكن يأديه عشان تتحقق الحاجة الغالية ديت. خلي بالكم البطولة بتيجي بين كل واحد بيبقى عارف الدور بتاعه، الجهاز، اللعيبة، المجلس، توفير الاستقرار، الاستقرار الإداري، الاستقرار الفني، الترابط، المساندة الإعلامية، المساندة الجماهيرية. عشان كده لازم بنأكد على حتة إن أنت تكون موجود في الاستاد، موجود جدا في الاستاد، لكن من الثانية الأولى، من الدقيقة الأولى لحد الثانية الأخيرة مالكش علاقة خالص غير بالأهلي، مالكش علاقة خالص غير باللعيبة جوه داخل الملعب، مالكش علاقة إطلاقا لا بأي حد خارج الملعب ولا أي حاجة خارج الملعب، ولا شخص ولا هيئة ولا مؤسسة ولا تحكيم ولا أي حاجة إطلاقا. كل الناس فوق دماغنا من فوق، وكل الناس يعني نكنلها ونحترمها أكبر احترام، لكن أنت الدور بتاعك لازم تأديه من خلال ال 90 دقيقة. مظبوط كده يا باشمهندس ولا عندك إضافة؟ أضم صوتي صوتك تماما، وأنا على يقين إن جمهور الأهلي عظيم فاهم طبعا ايه دوره، وان شاء الله باذن الله هيبان في الماتش اللي جاي، وربنا يقدرنا ونكسب، عشان فعلا احنا كلنا محتاجين نطلع كاس العالم للانديه ان شاء الله. هم الجمهور نفسه عايزين نسعد جمهورنا، عايزين مصر كلها تسعد، الاهلي هو اللي بيرسم السعاده على والبسمه على وجوه المصريين عامه والاهلاويه خاصه، ووجود الجمهور هو اللي هيعمل كده. فاحنا مش عايزين نتحرم من جمهورنا عشان ان احنا يعني يبقى لينا اي حاجه تانية تعكر صفو هذه الحاجه ماتشاتنا، بس نركز في فرقتنا ونركز في الملعب. تمام. وعايز اقول برضو يعني خلي بالكم، بس انتوا كمان دوركم مش مهم، اسف، مش موجود بس ان انت تساند وتشجع بس، لا انت كمان ممكن يعني حتى لو حد جنبك كده، يعني انا متاكد ان اللي بيعمل حاجه ممكن يبقى فرد 2 3 4 5 يعني ما بتزيدش عن كده او اكتر من كده بشويه صغيرين ولا حاجه، لكن انت كمان دورك لا لازم تنبهه على طول، انت وانت جنبه انت الاقرب تنبهه على طول، لا احنا الناس كلها بنحترمها، ولو في حد يعني سمعته وهيبدا يقول حاجه لا انت كمان من جنبك ده واجب بتاعك تقول له لا خلي بالك احنا جايين نركز في الملعب، عايزين نروح الامارات المره دي، عايزين نكون موجودين في كاس العالم للانديه، احنا اكبر نادي بيروح كاس العالم للانديه، فلازم نروحها من خلال المباراه اللي هنا، من خلال المباراه اللي زي هنا او اللي زي كده. فدورك على طول يبقى ايجابي حتى مع زميلك اللي قاعد جنبك يا باشمهندس.